والحديث عن التطورات في السودان بعد مرور أكثر من 100 يوم على بدء الاشتباكات بين طرفي النزاع فيه، ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن المحلل السياسي السوداني خالد العيسر. حياكم الله معنا أستاذ خالد. أهلا وسهلا بك ومشاهديكم الكرام، مرحبا. أهلا بك أستاذ خالد. يعني الاشتباكات في السودان كما تعلم دخلت شهرها الرابع، هل هناك بوادر لتراجع أحد الطرفين عن موقفه أو الجلوس بجدية على طاولة المفاوضات برأيك؟ تحية لك مرة أخرى. بالنظر إلى الأهداف التي قامت من أجل هذه الحرب، وعندما أعني قامت أذكر بالتحديد قوات الدعم السريع هي التي ابتدرت هذه الحرب، بالنظر إلى الأسباب التي دفعت قوات الدعم السريع لابتدار هذه الحرب، تدعوها هي لمن عليه أن يضع السلاح أولا، ثم من بعد ذلك يستجيب الجيش السوداني لأنه يدافع عن الشعب السوداني. بالنظر للقضية الأساسية وهي فكرة بغاء قوات الدعم السريع خارج مظلة المؤسسة العسكرية لعشرة أعوام بعد قيام انتخابات كما جاء في الاتفاق الإطاري، هي فكرة ترسخ لقيام جيشين في دولة واحدة في ظل حكم ديمقراطي منتخب لدورتين ونصف، وبالتالي الطرف الذي هو عليه أن يلقي السلاح جانبا وأن يستجيب للنداءات الوطنية هو قوات الدعم السريع، لكن لا يمكن للجيش الوطني السوداني أن يلبي طلب الدعم السريع وأجندته الأساسية التي ابتدر من أجلها الحرب، وهي دمج الجيش في قوات الدعم السريع التي هي قوات مساندة للمؤسسة العسكرية وتأسست قبل 10 أعوام، بينما الجيش الوطني تأسس قبل 100 عام. فهل يعقل وهل يستقيم الأمر أن يدمج الجيش الوطني الذي يمثل كل أبناء السودان في مؤسسة وضع أنها قبلية وتحارب بخلفيات سياسية وأطماع شخصية في أسان قادتها؟ هذا لا يستقيم. إذا من البداهة على قوات الدعم السريع أن تضع السلاح جانبا وأن تنأى بجنود صغار السن المغرر بهم هذا الموت والقتال. وعندما أذكر ذلك أنا أدرك تمام إدراك أن الجيش السوداني فعل فيهم الأفاعيل في خلال هذه المئة طيب. أستاذ خالد دمر القوة. نعم أستاذ خالد، ما هي التوازنات السياسية التي تحكم حسم المعركة وتقدم أحد الطرفين على حساب الطرف الآخر، خاصة بعد تراجع السريع مؤخرا لقوات الدعم؟ التراجع السريع لقوات الدعم السريع هو كان باين للعيان منذ اليوم الأول للمعركة وليس اليوم المئة. ذكرت عندكم في هذه القناة المحترمة قبل غريب يعني حوالي 3 أشهر أن هذه المعركة في النهاية سينتصر فيها الجيش السوداني. هذا أمر لم يكن غائب على أي ذي فطنة، لأن كل القياسات التاريخية والعسكرية والاستراتيجية تؤكد أن هذا الجيش سيبيد هذه القوات عن بكرة أبيها. وهذا ما حدث، أنت تتحدث عن مقتل أكثر من 40,000 جندي في 100 يوم. ما الذي يرجوه هذا القائد المختفي حميتي؟ من الأفضل أن يخرج لكي يضع السلاح جانبا ويستجيب للمناشدات الوطنية العقلانية، ولكن الحل السياسي هذه المرة لن يقوم إلا بمشاركة كل أبناء السودان. هذه الخطيئة الأولى، كيف لك أن تجتزي شريحة لا تمثل الشعب السوداني وهي ليست منتخبة ولا مفوضة، أن تتحدث باسم الشعب السوداني وتعقد صفقات مع قوات الدعم السريع لكي تنغلب على السلطة وتتحالف مع قوى إقليمية ودولية لكي تأتي ببعض الرموز الوطنية السودانية مهجنة طيب. ومدجنة ومدعومة بعناصر أجنبية لكي يحكم السودان. هذا لن يحدث طيب. ولن يضع الجيش السلاح جانبا. كنت قد سألتك عن التوازنات السياسية التي تحكم أو التي يعني تؤخر لربما الحسم العسكري، ما هي هذه التوازنات السياسية؟ التوازن الأساسي في هذه المعادلة هو صوت الشعب السوداني الذي يقف على قلب رجل واحد خلف مؤسسته العسكرية، وما أن تفكر المؤسسة العسكرية في عقد أي صفقة جديدة في جدة أو خلافة تضع هدنة جديدة، وإذا بالشعب السوداني تثور ثائرته ويدشن هاشتاغات ترفض فكرة الهدنة. إذن الصوت الغالب هو صوت الشعب وليس أي نخبة سياسية غير منتخبة. التوازن السياسي الأساسي في هذه المعادلة هو أن يقبل قائد قوات الدعم السريع أينما كان بفكرة اندماج قواته التي لم تتورط في جرائم ضد الإنسانية، لأن الآن هذه القوات أصبحت متهمة محليا وإقليميا ودوليا أنها ارتكبت خروقات في حق البعثات الدبلوماسية وفي حق المواطنين العزل وفي حق المنظمات الدولية الطبية والإنسانية وأيضا المستشفيات. وبالتالي المعادلة الوحيدة هي اللحاق بعدد من الذين انتسبوا للقوات المسلحة
بعد قرار القادة العام، لكن فكرة دمج القوات الدعم السريع أصبحت فكرة حياة وموت. إما أنها تدمج أو تقبل بالدمج، إما أنها ستفقد كل جنودها على ما يصير عليه الحال الآن. وأنا أستطيع أن أؤكد لك أن استراتيجيا ميزان القوة يسحب لصالح الجيش. كل ما تطاولت الأيام صحيح أن هناك معاناة كبيرة للشعب السوداني الذي دفع أغلى ما عنده وتضرر أي ما ضرر، وهذا أمر مرفوض. نحن ندعو لوقف الحرب وندعو في ذات الوقت إلى دمج قوات الدعم السريع حتى لا تكون هناك مؤسسات عسكرية أكثر من المؤسسة العسكرية الحاكمة، لكي تصبح دولة تقوم على أسس وقواعد ليست كما كان عليه الحال قبل قيام هذه الحرب. نعم، إذن كنت ضيفنا عبر الهاتف من لندن المحلل السياسي السوداني خالد العيسر، شكرا جزيلا لك.